حرية التعبير معناتها واحد يحب يتكلم كيما يحب. حرية التعبير حاجة في مخي تصلح ننفع بها بلادي نعمل. حرية التعبير معناها تمكننا منها توا، أما نورمالمون نخمموا على حاجات قدام أكثر. حرية التعبير تعني لنا يعني يجوا يقولون عبروا على أرواحكم وتكلموا، وقت نوصلوا التلفزي عدونا صامتين فماش حرية. حرية التعبير في تونس ماهيش موجود. خطر علاش حرية التعبير واحد يعبر والاخر يزمو يطبق يا ماكس. الإنسانية ككل مش الشعب التونسي فقط، هي نتيجة ثورات العالم. فهمتي من أول معناها من أول تاريخ الإنسان. حرية التعبير لحد الآن مازال ما وصلش لتونس، لا معناتها دخل وقف في زنقة. حبر على ورق الاسطنبيل الاسطنبيل ياسر ياسر مقياس الشعوب هي في الحرية متاعها، احترام بعضنا في الشارع، في إشارة المرور، في الأماكن العامة، في الحرية كل شيء. تعني لي برشا حاجات، تعني لي حريتي أنا، حرية برشا عباد أخرين، مجتمع، برشا حاجات. حر التعبير ما رينا منها شيء اخويا، ما رينا منها شيء. انا واحد من الناس ما اول بدايه معناتها نجهلها معناتها هكا. ما ثماش حر التعبير في تونس اليوم، الناس هذا احنا ملي تبدلت الحكومه ومن بعد الثوره نحن لاهين في ولادنا، لا خادمين لنا، لا ردين لنا الجواب، لا رينا لا حريه لا تعبير لا شفنا شيء. التعبير الواحد ينجم يعبر، اي واحد ينجم يحكي مع اي واحد، لكن الفعل ما ثماش. ما نعرف واش الجمله وما تعني حتى شيء. اي حاجه بيني عندي انا حريه تعبير لك في الاقل. لا ديكتاتوريه تنحى تحبوش علاش؟ معناتها العباد يتحروا كيما معناتها يقولوا اللي يحبوا اللي يعملوا اللي يحبوا، فما يكون يحكم فيها. والله التعبير كان اسم تعبير وكهو، فما كان تعبير نسمعوا بها والتنفيذ ما فماش حتى شيء. معناتها يلزم يكون مؤدب في اللي في حاجات مشاكل، اي مش هكا، يلزم لازم يعرف معناتها الحدود نتاعو شنو هو اللي ميت وحده، مش هكا اللي يجي حاكم وهكا الحاكم يدخل فيها الحاكم وضرب ومشاكل. ما نعرفوهاش هذه، وما ريناهاش جمله، ما عبر بخصوص في ولايه نابل ما فماش. والله وليد شو نقول لك، التعبير حكايه صغيره، كيما قبل كنا في عهد الزين كيما توا، حتى لو كان فما حريه التعبير بالفم كلمه وكهو، اما كي تعبر ولا ما تعبرش حكايه صغيره، كلامهم هما اللي يمشي.